شوبينج صار أحيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما إلكم غير تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الصنف لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. شو أورغانايزر شبه خزانة بتنظم وبترتب الأحذية. شو أورغانايزر مصنوعة من الكرتون السميك، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورغانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة لعلب وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا عملية الاختيار تبع الشوز بلا ما نتلبك بفتح العلب المسكرة يلي بتكون مجمعة بالخزانة. بسعر 26 دولار بتحصلوا على شو أورغانايزر قياسة مناسب كتير، 60 × 55 سنتيمتر وارتفاعة 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها مناسب ومرتب. ب 26 دولار فيكن تحصلوا على شو أورغانايزر هالشبه الخزانة يلي كتير مرتبة، ومثل ما قلتلكن وزنها خفيف ومناسب. العرض هلأ مقابل شراء 2 شو أورغانايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. اتصلوا على بست سيلر على الرقم 01 44 55 55، وب 26 دولار بتوصل لعندكن بلا كلفة دليفري. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظفنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة مايكروفايبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة وتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار ولا دوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم مكفولة لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تشيلو برو الأصلية وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. قدي كنا نعطي الهم بس بدنا نقطع شي، بدنا نشيل الخشبة والكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، وكان التقطيع ياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كليفر كاتر انحلت هالمشكلة. كليفر كاتر هو سكين وكاتينج بورد ستايلنس بنفس الوقت، بيقصلنا حيلا شغلة بدنا إياها بثواني. بيقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية. بيقص الجزر، الخيار، البصل، الذرة، البطاطا، التفاح، الجبنة، الخبز، بيبروني، الدجاج واللحمة. كليفر كاتر بقلبه رسول لتسريع عملية القص، وبقلبه كمان قفل لسلامتنا، وتنضبه من دون ما ياخد محل. كليفر كاتر مكفول لمدة سنة. تصلوا هلأ على بست سيلر واحصلوا على كليفر كاتر ب 24 دولار بس، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بقعدتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن سواقة لوقت طويل أو أي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال بوستشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات، مصمم بطريقة كتير مريحة لما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما له غنى عن رويال بوستشر. بسعر 30 دولار بس بيوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية، وهو كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا على بست سيلر على الرقم 01 44 55 55، وبيوصل بسعر 30 دولار بلا أي كلفة إضافية.
ريفلكس كريم الحل الطبيعي الفعال لمشكلة التكلس ووجع الظهر والرقبة، أوجاع مفاصل الجسم وحتى لمشكلة النشاف بالعمود الفقري. ريفلكس كريم مصنوع من زيت السنوبر والصبير ومادة الألانتوين، هالمادة المرطبة يلي بيتكون منها معظم المراهم، وهي كفيلة بإعادة بناء الأنسجة الموجودة بين المفاصل، وهيك بتختفي الأوجاع بشكل سريع ومن دون عوارض جانبية. حتى الأشخاص يلي بيمارسوا رياضة أو بيتعرضوا لوقعات كتيرة أو ضربات أو حتى بحالات البرد، ريفلكس كريم هو الحل للتخلص من وجع المفاصل، وشغلته يخترق الغضروف ويعمل على إعادة ترميم خلاياه. والأهم إنه منه بس مسكن مؤقت للوجع، بس مثل ما قلت لكم بفضل مادة الألانتوين رح تنحل المشكلة من جذورها، لأنه هالمادة رح تعيد بناء الأنسجة الموجودة بين المفاصل، ويلي بكتير من الحالات بتصغر وبتسبب وجع. ريفلكس كريم مركب طبيعي 100%، سعره $45 ومناسب لكل أنواع البشرة، ما بيسبب حساسية، وأكيد كتار منكم بينزعجوا من السنسيشن أو الملمس المزعج اللي بتسببه معظم أنواع الكريمات. ريفلكس كريم بتمتص البشرة بسرعة وما بيترك أثر يزعجنا أو حتى بقع عتيب. مش بس بيعالج مشكلة أوجاع المفاصل والتكلس، بس كمان بيرطب وبيغذي البشرة. ب $45 رح توفروا على حالكم علاجات وحتى أدوية يمكن ما تكون فعالة وسريعة. لتحصلوا على ريفلكس كريم ب $45 تصلوا على بسرر على 01-44-55-55، وأكيد بتحصلوا عليها من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكن دايما تتصلوا على بست سيلر على الرقم 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.